بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو مجموعة النقاط في الهندسة الفضائية. رقم واحد، إذن الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس OEGK. بين أن مجموعة النقاط N ذو الإحداثيات X, Y, Z من الفضاء التي تحقق لنا X زائد 2 Y ناقص Z زائد 2 الكل مربع زائد 3 X زائد Y زائد 2 زائد ناقص 1 الكل مربع تساوي الصفر. قال هي ماذا هي مجموعة نقاط؟ هي مستقيم دي يطلب تعيين شعاع توجيه له. إذا ننطلق على بركة الله. تابعوا جيدا أبنائي. إذا نحن نعرف أن هذه العبارة التي أعطيت لنا، ها هي العبارة أبنائي، لو ندقق جيدا نرى أن هذه مربع، كليا مربع، زائد هذه مربع ليس ناقص. ما معنى أبنائي؟ معنى بما أنها مربع، الأول مربع زائد مربع الثاني، يعني هذا ليس بجداء شهر كما نرى. إذن حتى تنعدم هذه العبارة ماذا يجب أن أبنائي؟ حتى يعني تساوي لنا الصفر، يجب أن نقول أن هذه كليا تساوي صفر. ولاحظوا إلى كلمة زائد معنى هو، لاحظوا هو هذه ليس أو بل و، وهذه تساوي صفر. كلمة و في الرياضيات هي تقاطع. ولو نلاحظ جيدا أبنائي إلى هذه الأولى بدون التربيع نرى إنها مستوي، وهذه كذلك مستوي. تقاطع اللي هي كلمة و، تقاطع مستويا ماذا يولد أبنائي؟ أكيد يولد مستقيم. هذه هي أولا الفكرة. ثم الآن ننطلق في عملية الحساب. إذن هذه حتى قلنا حتى تساوي صفر معنى هذا الجزء الأول يساوي صفر، ولاحظوا والجزء الثاني اللي هو هذا كذلك أبنائي نجعله يساوي، ركزوا، يساوي صفر. الآن ما هي هذين المعادلتين؟ نتابعين هذين المعادلتين اللي هي بما أن هذا مربع يساوي صفر ماذا يكافئ؟ يكافئ لنا أكيد اللي هي تصبح لنا X زائد 2 Y ناقص Z زائد 2 يساوي صفر، وماذا؟ و 3 X زائد Y زائد 2 Z ناقص 1 يساوي الصفر. ولو نلاحظ إلى هذين هي معادلتين مستويين. المستوي الأول أكيد لاحظوا جيدا، المستوي الأول ذو الشعاع الناظم إذا سميناه آن واحد، مركباته القيم مضروبة في المجهول اللي هي الواحد هنا واحد، والاثنان في الإجراج، والزاد ناقص واحد. الآن اثنان ما هي؟ هي القيم كذلك اللي هي الثلاثة والواحد والاثنان. نلاحظ هل هي مرتبطة خطيا هذه الأشعة أم لا؟ إذا كانت غير مرتبطة خطيا هذه الأشعة فإن المستويان كيف هما؟ المستويان متقاطعان. تعالوا نلاحظ. إذا الآن واحد نلاحظ إلى مركباته اللي هي قلنا واحد اثنان وماذا؟ وناقص واحد. والثاني قلنا ما هو؟ هو ثلاثة وواحد واثنان. نلاحظ تلك النسبية هل موجودة أم لا؟ لو نقسم هذا على هذا اللي هي ثلاثة على واحد كم تعطينا؟ تعطينا ثلاثة. نلاحظ الآن هل تلك النسبية موجودة هنا وهنا؟ بكل بساطة معناه كيف أبنائي؟ نلاحظ واحد في ثلاثة كم؟ ثلاثة الأولى حققت. اثنان في ثلاثة كم؟ ستة. والآن هنا كم أعطت لنا؟ واحد. إذن لا يوجد ثابت ك يحقق لنا هذه النسبية. أي ماذا؟ أي أن آن واحد لا يوازي، إذن لا يساوي ك في آن اثنان، يعني تلك الثابت غير موجود. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن آن واحد لا يوازي آن اثنان بهذه البساطة. أي ماذا؟ أي المستوي P واحد لا يوازي المستوي P اثنان. يعني إذا سمينا هذا المستوي الأول، لاحظوا أبنائي هذا المستوي إذا سميناه P واحد وهذا نسميه P اثنان فهما غير متوازية، فتقاطعهما ماذا يعطي لنا أبنائي؟ تقاطع. إذن ماذا نقول؟ إذن المستويان متقاطعان وفق ماذا؟ وفق مستقيم اسمه دي.
بهذه البساطة أبنائي. الآن هو طلب ماذا؟ قال هي مستقيم دي. الآن وفقنا ذلك، يطلب تعيين شعاع توجيه هلة. لماذا أن قلنا مستوي هذا الأول هو مستوي أبنائي؟ لأن هذا آن، هذا آن واحد لا يساوي الشعاع المعدوم، وآن اثنان كذلك أبنائي لا يساوي الشعاع المعدوم. إذن كل مستوي له شعاع غير معدوم لا يساوي الشعاع المعدوم ليس صفر، فهو مستوي بهذه البساطة. ولو كانت عندنا المثال x يساوي صفر، هذا أبنائي له هو مستوي عادي، شعاعه الناظم اللي هو واحد صفر صفر، لأن الإجراء غير موجود والزاد غير موجود. الآن لو نلاحظ هنا في الشكل، ها هو الشكل أبنائي، لاحظوا من خلال الشكل سوف تفهمون هذه الأشياء. عندنا المستوي الأول ها هو شعاعه الناظم، لاحظوا أبنائي بكل بساطة، ها هو المستوي الأول. المستوي الثاني ها هو المستوي الأول آن اثنان، إذن هنا هكذا، لاحظوا أبنائي تقاطعهم ماذا قلنا يولد؟ تقاطعهم أبنائي يولد لنا قلنا مستقيم، ها هو تلك المستقيم الناتج، ها هو أبنائي إذا سميناه مستقيم دي ذو شعاع التوجيه، ذو شعاع توجيه أبنائي. كيف يكون هذا الشعاع التوجيه؟ يكون موجه بهذا الاتجاه، لاحظوا يعني يوجهه موجه معه هكذا. الآن لاحظوا سوف يكون ربما هو يظهر أعوج هكذا، ها هو شعاع توجيه هذا المستقيم، لاحظوا. الآن ما هي الوضعية التي يمكن أن يخوضونها هذا؟ لاحظوا هذا لو يقترب منه ماذا يشكل معه أبنائي؟ إنه يشكل حتى وجاء هنا، حتى ولو جاء هنا ماذا يشكل معه؟ أكيد يشكلان فيما بينهما زاوية قائمة، لاحظوا معناه إذا سمينا هذا الشعاع اللي هو U يصبح U يعامد آن اثنان. وماذا؟ لاحظوا و كلمة، لأن تركنا كلمة وها هي أمامكم، و وماذا؟ وهذا الشعاع اللي هو الآن واحد كذلك لو ندقق معه يصنع لنا زاوية، كيف هي؟ كذلك أبنائي دققوا، يصنعوا زاوية قائمة، ها هي أمامكم، إلا أن نحن في ثلاثية الأبعاد. ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج كذلك أن U اللي هو شعاع التوجيه هذا المستقيم يعامد آن واحد. بما أنه يعامده، يعني هذا المستقيم يعامد هذا المستقيم، شعاع توجيهه يعامد شعاع الناظمي للمستوي الأول والشعاع الناظمي للمستوي الثاني، ماذا يمكننا؟ كيف نستخرج الآن شعاع التوجيه له؟ إذا كان هذا U أبنائي، إذا كان هذا الـ U ذو المركبات A و B و C، ركزوا أرجوكم، عندنا U سلم ماذا؟ سلم آن واحد يساوي الصفر، وماذا؟ و U سلم آن اثنان هكذا أبنائي يساوي الصفر، لاحظوا لأنه قلنا أنه يكون عموديا على الجهتين. سوف الآن نأتي بشعاع التوجيه الأول والشعاع التوجيه الثاني، لاحظوا نقطة بنقطة، ها هو مثلا الأول والثاني، ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا أبنائي. إذا ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا قلنا أن الآن واحد، لاحظوا أنه ماذا يساوي؟ قلنا هو إذن هو الواحد والإثنان والناقص واحد، والآن إثنان، ما هي المركبات اللي هي الثلاثة والواحد والإثنان؟ ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظ نقطة بنقطة، ينتج أنه A آن، إذن U سلم آن واحد يساوي الصفر، ماذا يكافئ؟ يكافئ أن A B و C سلم ماذا؟ سلم هذه القيمة اللي هي واحد واثنان وماذا؟ وناقص واحد هكذا يساوي الصفر. والشرط الثاني هذه المعادلة رقم واحد، رقم اثنان كذلك A B C سلم ماذا؟ سلم ثلاثة واحد وماذا؟ واثنان هكذا يساوي الصفر. ركزوا أرجوكم، نقوم الآن بحل هذه المعادلة. ماذا ينتج أبنائي؟ هذا في هذا كم؟ يعطي لنا A زائد هذا في هذا زائد 2B وهذا في هذا ناقص C يساوي الصفر. الآن بنفس الخطة إلى الثانية، تصبح لنا 3A زائد B زائد 2C يساوي الصفر.
هنا ما رأيكم أن نثبت السي؟ نقول نضع سي يساوي، نعطي له أبسط قيمة، أحذر أن تعطي له الصفر، أعطوا له واحد، إذا نعطي له واحد. إذا أعطيتم الصفر كل القيم سوف تذهب إلى الصفر، يعني يصبح A صفر و B صفر و C صفر، وهذا يعطي لكم النقطة O ليس بشوى. نتابع جيدا أبنائي. إذا ماذا يعطي لنا؟ تصبح لنا هكذا بهذه البساطة، A زائد 2 B ناقص 1 يساوي الصفر، و 3 A زائد B زائد 2 لأن C أخذ قيمة 1 يساوي الصفر. الآن نفكر كيف نتخلص من واحد من الآخر. ما رأيكم أن نضرب المعادلة الأولى هذه مثلا في ناقص 3 لنتخلص من الآ؟ ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص 3 آ ناقص 6 ب زائد 3 يساوي الصفر. الآن نقوم بالجمع أبنائي، ركزوا نقطة بنقطة حتى تتعلموا. تعالوا نقوم بعملية الجمع. إذا هذه تذهب مع هذه، كم تصبح لكم أبنائي؟ تصبح لنا صفر، وهذه مع هذه تصبح لنا ناقص 5 ب بهذه البساطة. ثم عندنا هذه مع هذه تعطي لنا زائد 5 قمت تساوي الصفر، يصبح ب يساوي لنا ناقص 5 على ماذا؟ على ناقص 5، لأن هذا يذهب إلى هنا تصبح ناقص 5 على 5 تصبح لنا ناقص 5 تصبح لنا 1. إذا ب ظهر مباشرة 1. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا الأ. سوف نأتي بهذه القيمة أبنائي ونعوضها مثلا هنا. ركزوا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج أن أ زائد 2 في 1 ناقص، لاحظوا ناقص قلت 1 يساوي الصفر، تصبح أ هذه كم؟ هي في الأصل هي 1، لما ننقله للطابلة الأخرى تصبح لنا ماذا؟ ناقص 1. إذا ها هو الـ A. إذا ما هو الشعاع الناظم؟ الشعاع التوجيه اللي هو الـ U. أبنائي ظهر الـ U أنه مركباته بكل بساطة الـ A ناقص 1 والـ B كم؟ 1، والـ C الذي فرض ها هي قيمة الشعاع التوجيه بأبسط طريقة بهذه البساطة، إلا أننا نتمنى يعني لكون مخطئين غير في الحساب فقط. إذا بهذه البساطة إذا وجدنا، قلنا لما نعوضنا إذا هنا أصبحت لنا 2 ناقص 1 اللي هو 1، لما ننقل أصبح ناقص 1. إذا هذه هي شعاع التوجيه لتلك المستقيم بهذه البساطة. ولو طلب منا كذلك شعاع، إذا طلبت منا التمثيل الوسيطي، أمرها جد بسيط. نتابع جيدا، لو طلب قلت التمثيل الوسيطي نأخذ مثلا ماذا؟ ركزوا أرجوكم، لاحظوا لي يعني وجود التمثيل الوسيطي أبنائي لهذا المستقيم، يمكن لنا أن ننتقل من التمثيل الديكارتي إلى التمثيل الوسيطي. بماذا؟ بأبسط طريقة. كيف؟ لاحظ، تابعوا أبنائي حتى تعلموا. بالرغم أن وجدنا ماذا؟ الشعاع التوجيه لهذا المستقيم، لكن لم نجد التمثيل الوسيطي له. هنا ما علينا إلا الانتقال من الشكل تمثيل ديكارتي المستقيم إلى التمثيل الوسيطي. نقول نضع زاد يساوي تي، زاد يساوي تي، ونكمل العمل. ماذا ينتج؟ نعوض هنا بالتي، ونعوض هنا ونعوض هنا بالتي، يصبح لنا إكس زائد 2 إيغراج ناقص تي زائد 2 يساوي صفر. ركزوا، ثم حيث التي وسيط حقيقي، التي ينتمي إلى R، ماذا ينتج؟ زائد 3 X زائد Y زائد 2 T ناقص 1 يساوي الصفر. هنا ما علينا إلا التخلص من الـ X لإيجاد الـ Y، والعكس صحيح. ما رأيكم أبنائي لو نضرب المعادلة هذه مثلا، هذه المعادلة الثانية مثلا، أو المعادلة الأولى لا يهم، نضربها مثلا في ناقص 2 لنتخلص من الـ Y. ماذا ينتج؟ ينتج لنا ناقص 6X ناقص 2Y ناقص 4، لاحظوا T زائد 1 زائد 2 عفوا يساوي الصفر. ثم نأتي بالمعادلة الأولى هذه اللي هي X زائد 2Y ناقص T زائد ماذا؟ زائد 2 يساوي الصفر. نقوم الآن بعملية الجمع. من هو الذي يذهب هنا يا أبنائي؟ أكيد الإجراج يذهب، تصبح لنا ناقص 5 إكس
وعندي هذا مع هذا كم؟ ناقص 5 تي، وعندي هذا مع هذا زائد 4 يساوي الصفر. ركزوا أرجوكم، ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظوا العمل الذي سوف ينتج، ينتج أنه 5 ناقص 5 إكس يساوي، نقول الباقي 5 تي ناقص 4، نقلتهم إلى الطرف الآخر، يصبح إكس يساوي ناقص 5 على تي على ماذا؟ على ناقص 5، عفوا، إذن تصبح هنا على ناقص 5 وناقص 4 على ماذا؟ على ناقص، بكل بساطة على ناقص 5، يصبح يساوي ماذا؟ ناقص تي ناقص زائد 4 على 5، بهذه البساطة. هذا يسمى ماذا؟ الإكس. الزائد قلنا ثبتناه من قبل، ماذا بقي لنا؟ بقي لنا الإيكراك. سوف كذلك نستخرج الإيكراك بأبسط طريقة ممكنة أبنائي، يا إما نعوض قيمة الإكس بما يساويه، أو نفكر تفكير آخر كيف كذلك أبنائي نتخلص من الإيكراك، نتخلص من الإكس لإظهار الإيكراك. نتابع جيدا، لاحظوا، إذن عندنا كيف نفكر أن نتخلص مثلا من الإكس؟ ما رأيكم أن نضرب المعادلة الأولى؟ لاحظوا، نستخرج المعادلة الأولى نضربها في ناقص 3 للتخلص. ماذا تصبح؟ تصبح ناقص 3 إكس ناقص 6 إيكراك زائد 3 تي، لأن هذا يضرب، ناقص 6 يساوي الصفر. ونجمع، ماذا ينتج أبنائي؟ هذا يذهب مع هذا تصبح صفر، ناقص 5 إيكراك، وعندي هذا زائد 5 تي، وعندي هذا، لاحظوا هذا مع هذا تصبح لنا ناقص 7 يساوي الصفر. تصبح لنا بكل بساطة ناقص 5 إيكراك يساوي لنا ناقص 5 تي، لاحظوا، نعم، مع ماذا؟ مع زائد 6، زائد 7، بكل بساطة زائد 7، يصبح إيكراك يساوي لنا ناقص، هذا الناقص 5 ينزل إلى هنا، تصبح ناقص 5 على ناقص 5 تصبح تي ناقص 7 على 5. ها هو التمثيل الوسيطي أبنائي لهذا المستقيم، ركزوا. إذا يصبح التمثيل الوسيطي إكس يساوي ناقص تي زائد 4 على 5، إيكراك يساوي لنا تي، لاحظوا جيدا، ناقص 7 على 5، والزاد يساوي تي، حيث تي هو عدد حقيقي. بهذه البساطة، ما هو الآن شعاع التوجيه لهذا المستقيم أبنائي؟ هو القيم المضروبة في التي. ما هي أبنائي؟ هي ناقص 1 وماذا؟ ركزوا، 1 و1. هل معناه هي نفسها القيم التي وجدت من قبل؟ لاحظوا جيدا، هل هي نفس القيم التي وجدنا، هي ناقص 1 و1 و1؟ نعم هي نفسها أبنائي، لاحظ، ها هي أمامكم بأبسط طريقة فقط. الآن وفي الأخير، أتمنى قد أعجبكم الشرح، وزوروا صفحة لي، صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.